مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. نقدم لكم اليوم مادة التربية الإسلامية للصف الثالث، الجزء الأول من سورة الشمس. تتابع الليل والنهار. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتفكر فيما حولنا من المخلوقات، وأن نتأمل في الكون وما فيه من الآيات التي تبين عظمة الله عز وجل وبديع صنعه. ومن هذه الآيات حدوث تتابع الليل والنهار الذي نشاهده كل يوم، فهو من الآيات التي أمرنا الله عز وجل بتدبرها والتفكر فيها. ما كيف يتم تتابع الليل والنهار؟ لابد أن نعلم أن الأرض التي نعيش عليها عبارة عن كرة كبيرة جدا، وأنها تدور حول نفسها باستمرار دون أن تتوقف، وأن الشمس هي مصدر الضوء الذي ينير الأرض أثناء النهار. وعندما تغرب الشمس يأتي الليل ويحل الظلام على الأرض، وأثناء دوران الأرض حول نفسها يكون جزء من الكرة الأرضية مواجها للشمس فتمده بالنور والضياء، ونتيجة لذلك يظهر النهار على هذا الجزء. أما الجزء الثاني من الكرة الأرضية فلا يكون مواجها للشمس، ولذلك لا يصل إليه نورها وضياؤها فيحل الظلام عليه ويجيء الليل. وباستمرار دوران الأرض حول نفسها يتغير وضع الكرة الأرضية، فإذا بالجزء الذي كان مواجها للشمس يبتعد عنها ويتحول إلى الناحية الأخرى، ولذا يذهب النهار عنه ثم يظلم ويحل عليه الليل. أما الجزء الذي كان مظلما فإنه يواجه الشمس وتشرق عليه بنورها فيتكون عليه النهار، ويتكرر ذلك كل يوم في الصباح والمساء دون أن نشعر. فسبحان من جعل الأرض تدور حول نفسها وخلق من ذلك الليل والنهار، فسبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. يقسم ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة بالشمس وضحاها، أي الشمس عند ارتفاعها بعد شروقها بوقت قليل، وتسمى هذه الفترة فترة الضحى. وبعد ذلك يقسم الله تعالى بالقمر الذي يطلع بعد غروب الشمس مباشرة ويكون تاليا لها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. أما في هذه الآيات يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالنهار الذي جلاها، وهو النهار الذي يأتي بعد الليل ويزيل ويبدد ظلمته، وبعد ذلك يقسم بالليل عندما يأتي بعد النهار ويغطي الأرض بظلامه. والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. أما في هذه الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى في السماء وما بناها، وتعني ذلك من بناها، وهو الله عز وجل الذي جعل السماء كالسقف للأرض، ثم يقسم بالأرض وما طحاها، ويعني ذلك من بسطها، وهو الله عز وجل. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. أما
في هذه الآيات يقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس وما سواها، ويعني ذلك هي النفس البشرية ومن سوى خلقها وعدله وهو الله عز وجل. وفي قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، يعني ذلك أن الله تعالى بين للنفوس الشيء الذي يجب أن لا نقوم به ويغضب الله عز وجل، وما هو الشيء الذي يجب القيام به وفيه تقوى الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما في هذه الآيتان يعود القسم الذي أقسمه الله سبحانه وتعالى في بداية السورة، وتعني هذه الآيات أنه قد فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة الشخص الذي طهر نفسه من الذنوب والآثام، ويخسر ويخيب في الآخرة من يملأ نفسه بالكفر وبالمعاصي. أما في هذا النشاط يا أحبتي، يجب أن نستخرج من الآيات الكريمة التي ذكرت في سورة الشمس ثلاث مخلوقات أقسم الله بها. هيا يا أحبتي، أقسم الله في هذه السورة بعدة أشياء، منها أحسنتم أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل، شيء آخر أحسنتم أقسم الله سبحانه وتعالى بالنهار، رائع يا أبطال، وأقسم أيضا بالقمر. أما في سؤال أتعاون، قال الله تعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذه الآية تدل أن الله خلق الإنسان بأحسن صورة. نريد منكم يا أحبتي ذكر مظهرين من المظاهر تدل على حسن خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان. أحسنتم يا أحبتي نعمة الحواس الخمسة، وهي نعمة عظيمة ممتاز، ونعمة العقل رائع يا أحبتي، وهي أفضل وأهم النعم التي كرم الله سبحانه وتعالى فيها الإنسان عن سائر الكائنات الحية. أما هنا يا أحبتي عليكم واجب، وهو حفظ ونسخ السورة غيبا وحل السؤال رقم 1 و2 من الكتاب في صفحة 24. هذا يا أحبتي نقول قد أنهينا الجزء الأول من السورة، ونلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني يا أحبتي، إلى اللقاء.